Il est 10 heures à Alger, tout est calme. C'est Alger, 2 heures avant le cessez-le-feu. هكذا بدت الشوارع في الجزائر العاصمة ذات 19 مارس 1962 قبيل منتصف النهار. شوارع اعتلاها صمت متوجس لم تكسره غير موجة الاحتفالات في أزقة القصبة بعد مفاوضات كانت أكبر اعتراف من دوغول وفرنسا الاستعمارية بفشلها في مجابهة قوة جبهة وجيش التحرير الوطنيين. هنا بمدينة إيفيان الفرنسية وقع قادة من ممثلي الحكومة الجزائرية المؤقتة على قرار وقف إطلاق النار بعد أن خاضوا غمار المعركة السياسية إلى جانب تلك التي أرهبت المستعمرة في الجبال ونصب أعينهم تحقيق الاستقلال التام للجزائر في مفاوضات جاءت استئنافاً لتلك التي جرت في ماي 61 والتي سبقتها سلسلة من المباحثات كان مآلها الفشل بسبب الأطماع الاستعمارية في الصحراء الجزائرية وتمسك الطرف الجزائري بمطلب الاعتراف بالسيادة الجزائرية على كامل التراب الوطني. Le monde entier connaît maintenant nos préoccupations. Nous sommes ici pour défendre les droits imprescriptibles d'un peuple qui rejette les structures révolues du colonialisme et entend vivre libre et indépendant. قرارات إيفيان 2 التي جاءت لدق مسمارها في نعش 132 عاماً من الاحتلال لم تمر برداً وسلاماً على منظمة الجيش السري التي قطعت صمت الشوارع بتصعيد عملياتها الإرهابية تحت أوامر الجنرال سالون. أما حقائب الأمتعة التي استعدت لحمل أذيال الخيبة فكان لسان حالها أن تلك بداية النهاية وأن فرنسا قد سقطت من على حصانها وباريس ترحب بألوان الدموع.